شركة هانهوا العالمية تتواصل مع العالم وتعمل على تحويل أحلامك إلى واقع ملموس. مع التركيز على التغيير والابتكار، نحن نعمل على خلق مستقبل أفضل وأكثر سعادة للجميع. تصميم العالم. هانهوا ENC. منذ تأسيسها كشركة لصناعة المتفجرات في عام 1952، ظلت مجموعة شركات هانهوا تنمو لتصبح واحدة من أبرز الشركات الكورية في مختلف المجالات مثل الكيماويات والإنشاءات والخدمات المالية والسياحية. واليوم تقود المستقبل بخلق سوق ثابتة للطاقة الشمسية والمواد المتقدمة والصناعات البيولوجية. ومن بين الشركات الرائدة في مجموعة هانهوا شركة هانهوا ENC التي تعد اليوم واحدة من أبرز شركات القرن 21 بسبب تفوقها العلمي وخبراتها المتراكمة في مجال الإنشاءات والمقاولات العامة ومشاريع الإسكان والمرافق البيئية. شركة هانهوا ENC ملتزمة بأن تجعل من كوريا دولة أعظم. نحن معروفون في كل مكان بإمكانياتنا وخبراتنا وأحدث التقنيات في قطاع مبادرة التمويل الخاص من الطرق والجسور والأنفاق وخطوط الأنابيب والموانئ وحتى المشاريع العملاقة لاستصلاح الأراضي وإنشاء ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية. نحن نتقدم بخطى واثقة لنصبح إحدى القوى الجديدة في مجال الأعمال المدنية من خلال تنفيذ المشروعات المستقبلية الخاصة بالمدن كمشروع ديدوك تكنو فالي ومشروع أسان تكنو فالي. هانهوا ENC تجلب كوريا إلى العالم. لقد عززنا من قدراتنا التنافسية من خلال تراكم خبراتنا التكنولوجية في مجال الإنشاءات والتي تم توظيفها في إنشاء المرافق التجارية والمنتجعات السياحية والمنشآت العامة والخاصة ومشاريع الترميم. ومن بين أحدث الإنجازات، هانهوا ENC أكملت أكبر استاد مغطى في العالم في الفلبين. تبلغ المساحة الإجمالية للساحة 99,000 متر مربع وتستوعب مدرجاتها 51,000 شخص، وتبلغ مساحة السقف الداخلي 35,948 مترا مربعا. إن هذا الصرح المعماري يمثل تحفة فنية رائعة في جنوب شرق آسيا، وستكون مهيئة لاستضافة الفعاليات الدينية والرياضية والموسيقية. شركة هانهوا توفر لعملائها أقصى درجات الرقي في العيش الفاخر. لقد أصبحنا في الصدارة في مجال إنشاء المرافق السكنية والاجتماعية شديدة الأناقة، يشمل ذلك غاليريا بالاس وغاليريا فوريت ومباني المكاتب أوبليسك وشقق دريم أند جرين، وكلها تجمع بين الانسجام البيئي والتكنولوجي. نحن نعمل على إرضاء وإسعاد عملائنا بخدمات Dream and Green Plus التي لا تضاهى، فضلاً عن تقديم مختلف الفعاليات الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، قامت هانهوا بإنجاز مشروع Dream and Green World Incheon Eco Metro، وهو أول مشروع تطوير عمراني واسع النطاق تنفذه شركة مقاولات خاصة في كوريا، ويعتبر معلماً على طريق إنشاء مدينة الأحلام. إن التزامنا بالتحدي والتفاني من أجل الابتكار قد منحنا الثناء في سوق أمريكا الشمالية التي تشهد منافسة شديدة. وفي عام 2012 وقعت شركة هانهوا ENC عقدا بقيمة 8 مليارات دولار لإنشاء مدينة سكنية في منطقة بسمايا في العراق، وساهمت في تحقيق مبلغ 500 مليار دولار قيمة العقود الخارجية لقطاع الإنشاءات في كوريا. هذا المشروع يتم بطريقة التصميم والبناء من خلال قيام الشركة ذاتها بالتخطيط والتجهيز والبناء للمشروع الذي تبلغ مساحته 1830 هكتارا من الأرض لبناء 100,000 وحدة سكنية مع إنشاء البنى التحتية كالطرق ومحطات معالجة المياه. ويعد هذا المشروع الأكبر الذي تنفذه شركة واحدة والأول على الإطلاق الذي تنفذه شركة كورية. الروح التنافسية على المستوى العالمي لشركة هانهوا ENC تقود إلى كسب ثقة وولاء العملاء حول العالم.
إن تقدمنا التكنولوجي وخبراتنا في مجال الإنشاءات تطورت من خلال إنشاء محطات كهربائية متوسطة وكبيرة الحجم مثل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وبنظام الدورة المركبة ومصانع الكيماويات بما في ذلك مجمع أولسان للبتروكيماويات ويوتشون NCC. إن نجاحاتنا العديدة قد أتاحت لنا الدخول لأسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا لتوظيف واستثمار خبراتنا المتراكمة في الأسواق العالمية. تقنيات هانهوا ENC تساعد على الحفاظ على البيئة العالمية. نحن نعمل على الحفاظ على البيئة من خلال تطوير تقنيات جديدة وتوسيع استخداماتها التجارية. إن جهودنا هذه تعتمد على خبراتنا المتراكمة ومواصلتنا لعملية البحث والتطوير والتي تشمل تقنيات هانهوا الجديدة مثل تقنية هانهوا التدفق الديناميكي في معالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن كوننا إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. إن اكتساب شركة هانهوا لشهادة كود صناعة الطاقة الكهربائية الكورية وشهادة الهيئة الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين يمثل انطلاقة جديدة في مجال إنشاء المفاعلات النووية محلياً وخارجياً. هانهوا للهندسة والإنشاءات تخطط لتصبح صاحبة تصميم العالم من أجل خلق قيمة حول العالم. نحن نعمل على إضافة قيمة حقيقية لعملائنا من خلال تطبيق قيمنا الثلاث الأساسية وهي إرضاء العملاء وتنمية المواهب والإبداع كي تصبح حقائق ملموسة حيثما ذهبنا. إن الكثير من نجاحاتنا ترجع إلى اعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتطوير الجارية على قدم وساق في معهد هانهوا ENC للبحوث التكنولوجية بالإضافة إلى جودة واتساع خدمتنا. نحن نعمل باستمرار من أجل تحديث نظامنا الإداري العالمي من خلال اجتذاب المواهب حول العالم وتطوير العمليات التجارية بفعالية أكبر من أي وقت مضى، كما نعمل على التركيز على ثقافة تنظيمية متطورة. لقد أتاح لنا نظام فريق الثلاثة توسيع أعمالنا الخارجية وأن ننمو لنصبح شركة رائدة عالميا بالفعل. في شركة هانهوا ENC نحن نعمل على أن يكون العالم أكثر سعادة من خلال تنفيذ مسؤولياتنا الاجتماعية بناء على فلسفة مجموعة شركات هانهوا. نتقدم إلى الأمام معا. نحن نتواصل مع العالم من خلال تحقيق الأحلام بقدراتنا التنافسية العالمية. تصميم أحلام أفضل من أجل غد أكثر سعادة. تصميم العالم. هانهوا للهندسة والإنشاءات.